السلام عليكم، معكم بقلوجة من مدينة شنطب طب 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 طب. زي ما تعرفوا زمان زمان كان وقت الدينار الذهبي. في يوم من الأيام كانت هناك امرأة مشت إلى السوق، فتكلمت مع تاجر مسمك السمك. فتكلمت مع تاجر قالت له: إذا بدك تساعدني هعطيك 20 دينار، هعطيك 20 دينار، بدي منك خدمة خفيفة فقط، بس. رد عليها: ما في مشكلة، إذا بقدر حساعدك. حكت له مشكلتها. قالت له إنه زوجها مشى منذ زمن بعيد، منذ 10 سنوات ممكن، وهي بتريد الطلاق. إذن بدها واحد يروح معها عند الحاكم أو القاضي ويقول أنه أنا زوجها عشان يطلقها القاضي. فقبل التاجر، قالها: أنا بقبل، لأنه ما في شيء حير ولا في شيء صعب عليها ولا عليه، أنه بس يروح ويشهد معها أنه زوجها فقط. وزمان ما كان فيه أوراق ولا عقد زواج أو شيء من هذا القبيل. يا أخي مشى معها، راحت عند القاضي، تكلمت معه وحكت له القصة وكل شيء. بعدين تكلم مع التاجر، قال له: انت عاوز تطلقها؟ قال له: ايه القاضي، انا عاوز اطلقها. قال القاضي: خلاص انت طارق. بعدين قالت له المرأة للقاضي، قالت له: يا سيدي القاضي، زوجي غاب عني مدة 10 سنوات بدون نفقة، ما في نفقة، ما نفق علي ولا دينار، بدي نفقة 10 سنوات مضت. فقال له القاضي: 10 سنوات بدك تدفع لها 2000 دينار. تدفع لها 2000 دينار نفقة 10 سنوات. فتعجب التاجر، اندهش، حبس نبض قلبه. فقال: إذا أنا قلت للقاضي أنه ما هذه زوجتي، وأنا جيت هون عشان وكذبت وشي من بيزبطوها. قال: خلاص حدفع. دفع لها 2000 دينار نفقت 10 سنوات. هي شالت 20 دينار من 2000 دينار بتاعه وعطت له 20 دينار. شكرا جزيلا. من ذأنه وبخر له. من ذأنه وبخر له، من لحيته وبخر له. أي والله سيبون أني نصنع طلون شو شوف أيه أخلي.